سمعني شوية عرب وزخرفات وحليات، سميهم مثل ما بدك، بصوتك الجميل وبالإطار اليمني. وأعلمك يعني إيه؟ بعد شوي تعلمنا، تعلمنا نجمة. يلا قول. يا حمامي. اف، ونوع تاني، عربة تانية. ومغرد بواد الدور من فوق الأغصان الأغصان ومهيج نوع تالت، شي غير نوع يعني، غير لي في ربا حاجي العرب اليمنية والحليات المتخصصة بالنمط اليمني. تابعوا معنا هذا الفيديو. متحمس جدا، مساء الخير متابعينا، متحمس جدا مع عبد الرحمن اليوم، لأنه لأول مرة بتاريخ هذه القناة بدل ما أنا أعلم في شخص هو متخصص بالأداء لبلده. عبد الرحمن من اليمن رح يكون عم بيعلمني ويعلمكم بعض الحليات والزخرفات أو ما يسمى بالعرب الصوتية الصنعانية اليمنية الصنعانية، أكثر من أي بلد تاني، يعني أكثر من لبنانية أو سورية شامية إلى آخره. كيفك أول شيء عبد الرحمن؟ مبسوط بلبنان؟ أكيد مبسوط. طب بمية لبنان صار عندك شوي صوت لبناني، سمعتك عم تقول موال لبناني، سمعت من الحمزين انت كنت شوي بوجه له تحية، وسمعت انه قد انت عم تغني حلو لبناني. بس هلا اليوم مختلف، انا اليوم تعطيني جملة واحدة بس، الله يخليك وطيلي طبقتك لنسم الله فوق الريح، اعطيني شوي وطيلي الطبقة للمتابعين، خليني اتعلم اعمل عربة مثل اللي تمرني لهم قبل الهوى شوي. طيب قول معي. يا عيدها بعد مرة. يا طب بطأ بس لقالوا للمجتمعين حرام عليك. يا اوكي، مثل ما عم بفهم عليك هي لا لا لي لا لا، بس بعد في يمكن غلطة صغيرة عدلي بعد مرة طالقتها. خليك هيك تتعلم العرب أصلا، يعني أنا عم علمكم كيف عادة عدلي إياها. يا لا 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 صح؟ أوكي. لا هلا هو شي جديد لبلدكم يعني. لا 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 أيوة لكن لا 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 بس هي نص لا 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 لا. طيب انت نقرب لها شويه بس هي ما يعني لما تكون بالنمط الصنعاني بتكون اجبل ومعروفه. اوكي كثير سريعه. يا الى حد ما اوكي، بس بعدني اول نقطه عم بالقطه هي لا او لا لا او اوطى انا انا. اوكي لا يا سلام ربحنا 60%. شوي شوي نتعود يعني، ما كلنا العرب عادي، انا طول لما بقول العربة بدها شوي شوي، نحن اليوم اول مرة اكيد. يلا تفضل تاني. تاني ربحت. يعني فينا نسمي الفيديو تحدي العرب اليمنية. اي تفضل يلا ربحنا. شاهين طول الليل. لا لا هذا بعتذر بس لا اعطيني واحدة تانية شوي سهل علي انا والمشاهدين. طيب اوكي. لا لا ولا لا ولا لا. اوكي عيدها. لا لا ولا لا ولا لا. هي هذا القصد ترجع لي. لا لا عدل عدل اياها. خلينا عادي تشالنج. خسرت. طيب هي مقاربه بس للاغنيه الاولى، بس ادي لك واحده ثانيه يعني اسهل.
بس نحن تعالينا نشرح للمشاهدين ليش اسهل ومش اسهل، ليش اصعب او مش اصعب، لانه هي شيء جديد للدينه، شيء جديد من بلد انا لا امط بصله فيه غير اني بعرف شوي عنكم. نعم. فبدي يكون عايش تقدر اتاثر بالاكل بالشرب بالحياه الى اخره بالتراث. هيدي هي كان العربي العدلي هذا تريد وامغا اوكي هيدي يعني بعد برا وامغا وامغا قلت لي شوي الطبقة بس وامغا بعد شوي قلت وامغا بعد برا بطئ لالي للمشاهدين تتعرفوا كمان العرب تتأثر بالطبقة يعني بالطبقة وبالسرعة بطئ شوي نفس الفكرة ولا نفس لا هيدي اللي هلا قلتها وامغا صح هذا وامو بس شو الكلام ومغرد ومغار لا هو شيء دي كل شيء جديد لا عند الغين بس وامغا 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 يا سلام اوكي رح نعيدها مره كذا مره وامغا حلو ايوه هي بس هيك مع الوقت بتصير اسرع وبدي وطي الطبقه شوي وامغا يا سلام ها هي تعرف ان الطبقه بتاثر بالعربي وامغا مزبوط مزبوط ايه شكرا طيب انت الاستاذ اليوم بالايطالي من انت الاستاذ كلنا تلاميذ اعطينا عربي كثير صعبه انا ما حاعمله بس نتركها واللي بحب من اليمنيين حتى الاخوه اليمنيين او غير اليمنيين يرجع يبعث لنا على الواتساب يسمعني اياها ما في مشكله اوكي والعربي خارقه الاغنيه الاولى اللي صعبه طول الليالي ما شاء الله عليك ما شاء الله اللي بحب يقولها وفي كمان اكيد عرب كثير هن مزبوط عرب يمنية بس كمان نفس الوقت هن اللي بحلل بالنوتس مثل ما انا حللت اول اثنين بالنوتة اكيد هن شيء سهل مثل ما انا اشتهر الفيديو اللي بقول فيه شوف 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 يا حبيبي شوف طلع في اسمعني اسمعني سلام اوكي او لما اركع تحت احلى سماء وصلي كمان هول نوع من تريلز عرب زخرفات حليات سميهم اللي بدكم اياهم كل واحد ببلده بسميهم مثل ما بشكركم الفيديو ممتع بالتشالنج اللي عملناه ربحت فينا اعتبر ربحت 2 من 3 ماشي الحال وان شاء الله بزور اليمن حبيبي بجيب البس اللبس الحلو والاداء الحلو وبنتشرف فيكم ببلدكم شرفونا دائما على لبنان واهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيكم شكرا لك عبد الرحمن واحنا زي ما تقول نتشرف فيك تزور بلدنا يعني اكيد تذكروا هالشاب وين رح يصير اذا كان ببرنامج او ما كان ببرنامج بنشوف وين بيصير بالقدام بطاقته الصوتيه شكرا لك عبد الرحمن شكرا شكرا تابعونا وتابعوا